برميل. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 98 سنتا مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 70 دولارا و55 سنتا للبرميل. كان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 73 دولارا و61 سنتا للبرميل، منخفضا بمقدار 80 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الجاري. ختام أخبار عمان تذكير بالعناوين. اختيار السلطنة ضيفا خاصا في معرض باريس الدولي للكتاب العام المقبل. وتكريم الفنان الراحل سالم بن علي سعيد في مهرجان ليالي الأنس بالمغرب. نفذ أخبار عمان لهذا المساء حمد بن المر المجعلي، حررتها وقدمتها لكم أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكم على كرم المتابعة. إذاعة سلطنة عمان تقدم قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين هاشم. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها خالد بن محمد الحبشي. وين رحتوا؟ والله هي رحلة ثقافية على آثار، على قلعة نزوة، على قلعة إسكا، على حصن جبريل، هكذا أثرية. يا الله ما شاء الله ما شاء الله، أشوفك يعني صرت مثقف وتهتم بالآثار. ويعقوب لا تقوم تغلط ولا قدرة يا أخي، أنا قديش مسخر والله. أنت ما تعرف شيء تدخل الآثار تشعر إن هناك أرواح ناس كانت هناك موجودة، وتوقف روحك وين دول الناس اللي كانوا عايشين من مئات السنين، وين صاروا؟ يا ترى نحن راح نصير مثلهم؟ هذا الشعور انت ما تعرفه اللي مثلك بشرواق ما يعرفوه. سير زور المكان وتجول فيه وبعدين تكلم. تعرفوا شو يقول الشاعر عن اللي تقوله عنه يا ابراهيم؟ ها؟ ها؟ تبي تعرف؟ اي طبعا قل. زين، منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم ارى احلى من حديث المنازل. الكلام اسمع بس 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 يا اخي يا اخي، واحد يروح عن فيها بشر تصير حكايات واثار. نعم، قالوا اشعار ثانيه في الموضوع هذا. في طبعا اشعار ثانيه، والحين راح احدثكم عن شاعر اسمه البكري. هو تكلم عن الاحوال. زين، متى عاش هذا الشاعر؟ عاش هذا الشاعر في العصر العباسي، ولد في مدينه اسمها منبج في شمال سوريا قرب الحدود التركيه الان، عام 2006 هجرية. قصدك 206 هجرية؟ 206 هجرية. أنا كأني طالع الموضوع. لا تصلحت، بارك الله فيك. هو اسمه أبو الوليد عبادة بن عبيدة الطائي. سمعت نفس الشيء عنه؟ قلنا الاسم هذا. يعني ما شاء الله عليكم معلوماتكم جميلة. أنا تراني أختبركم. نعم يعني زين، أنا أقول يعني أسألك سؤال. يعني هو
اقرب يعني قريب ابو تمام؟ نعم نعم، هو من قبيلة طي اليمنية. تنقل في مطلع شبابه في بلاد الشام وتتلمذ على يد ابي تمام، احب مغنية جميلة الصوت.